كابتن محمد، استعداداتك الفترة دي ايه؟ ايه البطولات اللي عندك الفترة اللي جاية؟ وهل بتفكر تكرر تجربة الكابتن صلاح وتخش مجال التدريب، ولا يبقى في اتجاه تاني؟ تمام. هو انا لسه كنت لاعب بطولة من اسبوعين في اسبانيا اسمها كامينو دي سانتياغو، دي كانت في اشبيلية. انا خدت المركز الاول، وهي بطولة يعني بمثابة بطولة عالم. هي 64 لعيب بين كل انحاء الدول، زي التشيك، برتغال، اسبانيا، نيوزيلندا، انجلترا، تقريبا كل البلاد بتلعب في البطوله دي. عملت فيها مجهود كويس جدا، وده التروفي اللي انا كنت اخدته اللي في الصوره ده. بس الاستعدادات بقى اللي هي بتبقى قبل البطوله دي، بتبقى ان انت بتحاول ان انت بتجهز نفسك فيتنس. انت ممكن تقعد تلعب مثلا في يوم مش اقل من 6 ساعات متواصل بدني، بتحاول تركز في النيوتريشن بتاعك كأكل، الحته المنتل النفسيه، لان انت ساعات بتقع نفسيا في الماتشات في وسط الجيم، فازاي ان انت تريكوفر وازاي ان انت تحاول تحسن من ادائك في وسط الجيم. دلوقتي احنا ابتدينا السيزون بتاعنا بقى في مصر كدوري وكاس وكاس اتحاد والحاجات دي، وفي بقى بطولات اللي هي بطولات الجمهوريه، بطولات تصنيف اللاعبين. وان شاء الله السنه الجايه في بطوله العالم، دي هتبقى في امريكا في فلوريدا. دي ان شاء الله انا هبتدي لها تجهيزات ان شاء الله، يعني المفروض من دلوقتي. برضو نفس الكلام، هركز على الفيتنس وهركز على النيوتريشن بتاعي وهركز على الحته المنتل المهمه جدا في اللعبه بتاعتنا، الحته المنتل. وحته بقى التدريب دي، انا اوريدي فعلا كان جالي انفيتيشن شهر 8 اللي فات في ايرلندا، الفريق الايرلندي بعت لي انفيتيشن ورحت فعلا وعملت كوتشنج هناك. ولان احنا بنمتاز بحته التاكتكس عندنا والاستراتيجي بتاعت اللعب في مصر مختلفه عن بقيه الدول وبس. فانا رحت فعلا 12 يوم، حوالي 12 يوم عملت لهم كوتشنج هناك، والدنيا كانت لطيفه. وفي دماغي طبعا ان انا اعمل الموضوع ده، بس في الاوقات اللي انا ببقى ما فيهاش عندي حاجه مهمه فيها كبطوله او حاجه عشان اقدر اركز على نفسي بس. هو ده. طيب هو الجوائز بتبقى ايه يعني، غير تروفي او غيره؟ هل في جوائز ماديه مثلا ولا؟ على حسب البطوله، يعني بطوله كامينو سانتياغو دي من اقوى البطولات دلوقتي اللي بتتعمل، هي بقى لها عمرها تقريبا 3 سنين. كان اول بطوله، اول نسخه كانت تقريبا اللي خدها كان واحد اسباني. النسختين اللي بعد كده الحمد لله ربنا وفقني وانا خدت النسختين دولت. بيبقى فيها جوائز ماديه وبيبقى فيها تروفيز، وهم بيعملوا كل شويه زي بقى كل يوم بيعملوا مثلا عشان كنوع من انواع السياحه، بيعملوا لك كل يوم مثلا في مكان في الحته دي دينر مثلا، كوكتيل، مش عارف ايه كده، بحيث ان انت يبقى الموضوع بالنسبه لك سياحه وفي نفس الوقت بتبسطي بالبطوله اللي انت بتلعبيها. يعني الجواز ماديه ما تقولناش طبعا، يعني مش لو مش عايز لا 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 عادي. بس تقريبا توصل لارقام كويسه يعني، يعني توتال جوائز اللعيبه كلها حوالي 15000 يورو تقريبا. خلي بالك مش اعلى حاجه برضه، لان هوند ابتدت تفكر ان هي تمارس اللعبه. بس هي يلا بينا نادي السيد قدام بيتي، هعدي الشارع بس. بس احنا يعني انا عشان كده من وانا صغيره بروح النادي، فانا بشوف الكروكيه، النادي السيد من اشهر الانديه واقدمها تقريبا في رياضه الكروكيه. بس فعلا كنت بشوف كبار السن، رجال وسيدات هم اللي بيلعبوا، عمري ما شفت حد سننا او اصغر بيلعب. عشان كده كنت او الموضوع لفت نظري. بس هل كمان نقدر نقول ان الكروكيه من الالعاب الايليت، يعني مش اي حد بيلعبها زي الجولف؟ هي طبعا لعبة إليت وكل حاجة، بس برضو مؤخرا ابتدى يدخل فيها كذا كاتيجوري، لأن برضو زي ما بقولك احنا الموضوع بقى تنافسي أكتر، وبقت تعتبر مش رياضة اجتماعية، بقت رياضة تنافسية أكتر. فبقت كل النوادي بتحاول إن هي تطلع لعيبة وتطلع ناس بحيث انها تنافس وتاخد بطولات. حلو. زي ما انت فاهمه العادي بتاع السيدات عاملين الرياضة. شغل ولا ايه؟ طبعا عندنا بطلة العالم سهى مصطفى ولسه البطولة العالم اللي فاتت خدنا مراكز ثالث رابع خامس تقريبا. بس فلا تمام، عاملين شغل كويس قوي.